فايد ريما معكم نزار منكم جيمر في فيديو جديد. اليوم واحد الانبوكسين كبير شي حاجه على العاده. مسلسين كان انبوكسي وغير بياسه ستيتوين. هذه المره عندنا واحد المونيتور او الشاشه بالعربيه. غنحاولوا نعمل انبوكسين طلبتوه بزاف بكم يوريتكم التصويره ديال هاد الشاشه الساعه اللي كانت مجانه عندي. ولهذا غنشوفوا الانبوكسين ديالها. هذا ما يكونش ريفيو، غيكون غير انبوكسين وغنشوفوا واحد النظره عامه عليها نهضروا عليها. ومن بعد الريفيو هو التست ديالها حقيقي، نشوفوا واش كتستحق الثمن ديالها، واش كاين شي افونتاج بالنسبه لهادي 144 هرتز مقارنه مع 60 هرتز. اوكي، بالنسبه للدراري كي سقسي الثمن، جوجل از يور فريند ماي فريند. شوف التسميه في جوجل، زيد بخي ديال الطاكس ديال الترونسبور ويجيك الثمن تقريبا، يعني شكون عيبيع لك ولا شحال عيبيع. اوكي، باسيو دابا الانبوكسين كما العاده. خصنا نشوفوا انقطاع هاد البلاستيك فين هما، والسلاح ديال دايما. شوف لي كومونتير كيهضروا على هذا، هذا هو السلاح فهمتي. الانبوكسين وبزاف ديال الحاجات. اوكي ليتس جو. اصلا فهمتي كي يسهل عليك كلشي على بالك تنزلو، واه ايزي كلشي كيولي ايزي. حاول تفتحهم من الجهه الاخرى، باقي خصني نفتحو من هاد الجهه هادي. حاول ندوز عليها هيدا، حاول نتكيسو على البوكس السيدة حتى شتيها كتكون عندك قدامك. اوكي، نحاولوا نشوفوا اولا شنو كيقولوا عليها بعدا. بالنسبه للايقونات اللي كاينين هنا، نبداو بهذا الايقون هذا، نحاول نزومي له عليه من بعد. عندنا فول اتش دي، يعني الريزوليسيون ديالها فول اتش دي. هذه ماشي 2 كي وماشي 4 كي. اذا بغيتي 144 هرتز 4 كي ولا 2 كي، 4 كي ما كايناش، ولكن في 2 كي كاينه في 1080 بي، غتكون غاليه بزاف. وهذا ارخص حاجه تقدر تدبرها اذا بغيتي 144 هرتز في الجيمين. كما كتعرفوا كل ما كان الهرتز زايد كل ما قدرتي تشوف الاف بي اس. واحد المعلومه بالنسبه للدراري اللي كي جيميو ب 200 اف بي اس ب 300 الاف بي اس، راكم ما كتشوفوا حتى شي حاجه من 300 الاف بي اس اذا كان عندكم 60 هرتز. يعني اذا كنتو كتلعبوا بايكرون 60 هرتز وكتلعبوا ب 300 اف بي اس، راه ديك الاف بي اس كامل ما صالح والو، فحالك كتلعب 60 اف بي اس. اوكي، معلومه ظريفه فهمتي. يعني اذا بغيتي تشوف الاف بي اس كامل، باغ اكزومبل كنتي كتلعب بجو 144 اف بي اس الفوق، عتشري ليكرون 144 هرتز باش تقدر تشوف ديك 144 اف بي اس الفوق. سينو 60 هرتز ما يبينلكش لي اف بي اس كامل. كل ما طلعتي في الهرتز كل ما شفتي الاف بي اس كثر ولي ديتاي يكونوا اكثر. وان شاء الله نحاول نعمل لكم شي ريفيو مزيان. اوكي، ما نطولش عليكم، ممكن نحاول نعمل لكم انبوكسين وشرح في نفس الوقت، حيت كاين بزاف الدراري ما عندهم حتى شي فكره على لي زيكرون. واش كنقول هذا الهضره، حيت كيجوني بعض الاسئله اللي كيضحكوا. شنو هو المونيتور، شنو هو 3 دي في ليكرون، وهاد ليكرون فيها 3 دي حتى هي كومباتيبل 3 دي نهضروا عليها. دونك عندنا واحد ام اس تريس فري. اذا جينا نشوفوا هنا عندنا واحد ام اس. شنو هاد واحد ام اس؟ هي السرعه ديال فريم باغ فريم، السرعه ديال ليكرون، باش كتبدل لي كولور، يعني مش فهمتي اقل حاجه ممكنه تقدر تلقاها في شي ايكرون هي واحد ام اس. يعني اذا بغيتي توب توب ديك جيمين، حاول تلقى ام اس جراي تو جراي، يعني كتمشي من جراي لجراي اخرى. المهم هادشي ديتاي اللي تقدر تقلبوا عليهم في جوجل. طبعا 144 هرتز باك لايت ليد، هي الضوء اللي كيضوي به ليكرون. عندنا اتش دي ام اي، عندنا السورتي ديال اتش دي ام اي، عندنا السورتي ديسبلاي بور، عندنا ستيريو سبيكرز. سبيكرز كيكونوا ديال لي زو بارلور، كيكونوا على قد الحال بيان سور. هذا غير ان بتي ديتاي غير ماشي يعتقوك به وتهنى بالصداع. اوكي، فور واي ايرغو ديزاين. فور واي ايرغو ديزاين يعني عندك بورتري، تقدر تعمل بورتري هيدا، لاندسكيب هيدا، ولا تقلبها بورتري يعني توقف هكذا. عندك دوج دي ديزاين بالنسبه للستاندر اللي كيجي معاه، و 3 سنين ديال الوارانتي هذه اذا كنتي طبعا في امريكان. اوكي، هادشي اللي كاين. عندنا 3 دي سيبورت دي 3 دي، يعني تقدر تتفرج بلوراي 3 دي، تقدر تلعب لي جو ب 3 دي، تشوفهم ب 3 دي. مي خصك الكارد انفيديا اولا، وثانيا خصك واحد الكيت كيكون فيه لونيت، يعني النظارات ديالو، واحد البياسه كتكون معاه كيسميوها انفيديا 3 دي فيجن، تلقاوها في جوجل. هذيك خصك هذيك زائد ليكرون هادي باش تشوف لي جو ب 3 دي. اوكي صافي، وقيلا زدعتكم الراس في الهضره، كلشي باغي يشوف غير لا بواط. اوكي هيدا ما عتقولش شي، نقسم هاد الخطا هيدا ونجبد لكم. نجبد لكم هيدا لتحت، نحاول نزولو البياس، نحاول فهمتي شي يبان لكم مزيان. بروتيكسيون لابد، باش ليكرون كتوصل بعدا عندك
فوالا ايزي. اذا ما عانيناش بزاف باش نجبدوا ليكرون. كاين البلاستيك ديالها اللي نحاول نزولوه. هو بيان سور سير القنص ديالهم على ليكرون. صافي تشوفوا هاي دابا الجهه فوالا كتبان دابا مزيان. فهمتي لي ديتاي اللي كاينين كاملين في ليكرون. بالنسبه للماركه ديالها اسوس في جي 248 كا او 144 هرتز. لي بوطون كاينين تحت هنايا كتشوفوا هنا كاين لي بوطون من تحت. واحد الضوء باش كطفي وتشعل. عندنا فوليوم، عندنا منيو، عندنا برايتنس يعني ديك الضوء اللي كتكون شاعل. هنا الماركه وهنا الانرجي يعني شحال كت من كيلو وات. هنايا دابا ناسي اوكي هنايا اذا كتشوفوا ما عاد تشوفوا هادشي بيان سور من بعيد شي حاجه. من واحد ليكرون كيبين لك ان شحال الانرجي كدوز وشحال الوات كتستهلك. والسنتيمتر بيان سور ديالها 61 سنتيمتر 24 انش اوكي 24 فوس. هادشي اللي كاين بالنسبه للقدام ديالها. وعندنا اللور اوكي هادي ستاند هي هادي كما كتشوفوها. عندنا هنا باش كتعمل الكابل مانجمنت يعني كدوز الكابل من اللورين باش ما يخسرلكش السيت اب ديالك. ستاند كطلع وتهود بغيت تهبط الطاولة طالعة من هنا من اللورين. بالنسبة للديتاي ديالها ماشي جلوسي ماشي مات جلوس يعني ريفليكتيف ريفليكتيف شي حاجة. بالنسبة للضوء حتى من القدام حتى من القدام ريفليكتيف. إذا بغيت نشوف نتأكد نزولو البلاستيكا أحلى إحساس هو ملي كتبقى تزول البلاستيكا كصاوص. نعم ريفليكتيف دونك ديزاين ديالها مزيون ريفليكتيف ولكن فهمت يقلب الضوء شي حاجة يبين لك الضوء شي حاجة. هادشي اللي كاين. هادي هي بالنسبة للإنبوكسين ديالها. غنحاول نعمل لكم نشوفو شني ماجي آخر في الصندوقة من غير ليكرون. دونك حكم القضية نزولو هاد الوخشة بروتيكسيون نحطو هنا ليكرون شحال واحد شي حاجة. إذا ما لقاتش ليكرون ماشي مشكل تعصبوا معاه شي حاجة. إيوا إيوا فوالا كلشي كود كلشي بقى من الأول هادشي كامل غير بونجو السلام ماشي شي حاجة في شكل. شنو كيجي معاه في اي بي ممبر نوتيس شي كارونتي معلومات اضافيه خاصك تكتب. عندنا منيو كويك ستارت جايد هادي اذا بغيتي تعرف كيفاش تلونسي كيفاش تخدم ليكرون. شنو عندنا اخر سي دي ديال الشتا سوسوار انستاليشن اي تحت الشيء هذا ما عرفتش يعجبو اصلا دوك لاستالاسيون الدرايفر ديال المونيتور. دابا ويندوز الاخر كاملين فيهم كلشي موجود. عندنا ستاند هنا فين كتنزل ليكرون تلونس هنا. انا ما نعملها شي واقفه انا نعملها في ديك الارم اللي عندي يعني جوج ليكرون. الارم راه ديجا عندي في الفيديو في الشين ديالي اذا بغيتو تشوفوه. عندنا الكابل ديال الضو كابل الاوديو اللي بغيت تخدم ديك لي زو بارلور اللي في ليكرون. وعندنا الكابل ديال دي في اي دونك هذا خصك الهرتز بزاف ما كيخدمش بالاتش دي ام اي عادي خصك ولا بغيت دي في اي ولا ديسبلاي فورم باش تستغل 144 هرتز بالنسبه لليكرون. وهادشي اللي كاين بالنسبه للانبوكسين ديال اسوس. شفنا ليكرون شفنا الانبوكسين. عاوز ما نطولش عليكم في الفيديو عاوز نخلي لي ديتاي كاملين اللي خصهم يكونوا يتقالوا قلتهم. ونحاول نخليكم مع هذا الفيديو ديال ليكرون واقفه بوحديتها. ومن بعد ان شاء الله مع الوقت نعمل لكم تندوز بها واحد بلعه ديال الاسابيع وتستيها. ومن بعد نقول لكم واش واعره ولا لا والفرق بيناتها وبين اي ايكرون اخرى. اوكي هادشي اللي كاين دونك رجعنا كنت عامل لكم سلايد شو. من بعد قلت بلاتي نجبد ليكرون بعدا فتحه نمت على ستاند ديالها نوريكم على الاقل ديتاي اخر اللي كاينين عليها. نكملوا الانبوكسين يكون الانبوكسين مكمول. بالنسبه للاوري كما كتشوفوا تحت عندنا هنايا عندنا بور ديال باور ديال الاوديو. بعد عندنا الدي في اي هنا اتش دي ام اي هنا والديسبلاي بور وهنا الاوديو ديال دخل الاوديو. وهذه ما عرف
هنا غير الباور هنا كنا عندنا باور اوديو اس دي ام اي دي اف اي او ديسبلاي بورت كلشي باقي بلاستيكا هنا اللوغو ديال اسوس هنا بالنسبه لهاد فينيسيون ديال هادي كامله مات ولكن بالنسبه ليكرون كامله من هاد الاتجاه هنا من لاباز هنا عندنا واحد اكسون حمراء هنا بالنسبه هنا عندنا اللوغو 3 دي ديال اسوس 3 دي تخليك تلعب لي جو 3 دي تفرج بلوراي 3 دي خصو يكون عندك الكيت ديال انفيديا اللي كتشرى بوحدو مع البنادر ديالو مع كلشي ليكرون زيونا 3 دي فيجن 1 ام اس ليد فول اتش دي 3 دي دونك شي اللي قلناه في الكرتونه كامل هنايا واحد الحاجه اللي بغيت نوريها لكم هو بالنسبه للدوران ديالو دونك هنا يقدر يدور هكدا يطلع الفوق يرجع لتحت شي حاجه دونك عنده واحد البورسونتاج مزيان هاد بانل ماشي اي بي اس هاد بانل تي ان والتي ان معروفين الشوفه ديال فيوين انجلز ديالو الشوفه ديالو ما خصك تعوض فهمتي ما تقدرش تشوف نفس الكولور اللي كتكون معوج هنا ولا ما كتشوفش بعيد على ليكرون الكولور يقدروا يتبدلوا خصها تكون قبلت البيسي 100% باش تشوف لي كولور 100% مخيره من البيسي بالنسبه للاي بي اس فيما مشيتي كتشوف لي زيكا دونك الافونتاج ديال تي ان هو السرعه ديالو بالنسبه للجيمين افونتاج ديال اي بي اس اي بي اس هو الكولور الكولورز ديالو الالوان كيكونوا واقعيين كثر ديتايين كثر وفهمتي كيبين لك لي كولور كاملين بحال ماكسيموم بيات ماكسيموم وهادشي اللي كاين باقا نشوفو الدوارة الثانية هو مس قلبها من بورتري من لاندسكيب مود حتى بورتري مود هذا هو بورتري مود صافي شي ساهل فهمتي كاينه واحد ريزيستونس شي حاجة بالنسبة للكرون مي هو ساهل بالنسبة للديتاي ديالو كتشوفو هلا ورا كيف عامل قدام 24 بوس فحالو فحال ليكرون اللي عندي بالنسبه ليكرون اللي عندي دابا عندي جوج وغنحتاجهم هذا نخليه خاص هذا برانسيبال وياخر سكوندير يعني انا من في الخدمه بحالتي اذا كانت خدام على شي حاجه ليكرون الثاني كتكون فيه الخدمه الثانيه اكثريه في المونتاج كيتحتاج في الديزاين جوج ديال لي زيكرون كيعاونوا في برودكتيفيتي حتى في الكودين حيت انا كنكودي حتى انا كنكودي حسب البروغراماسيون كنتو كتعرفوني كنكودي حسب الباج ديالي وصافي هادشي اللي كاين خليكم معاك كسلايد شو ديال ليكرون ونشوفكم في فيديو الصايب اللي ماجين لايكيو الفيديو بارطاجيوه اعملوا اللي بغيتو بحال دائما رجعوني باج مروكو جيمر في فيسبوك باش تشوفوا النيوز الميمز ديال جيمين واخر ما كاين تقدروا تجوني ستور مروكو جيمر ستور بوان كوم اذا كان بغيتو تشريو شي لعبه وما عندكم شي لعبه في البيسي وما عندكم شي ان شاء الله كارت فيزا اوكي خليكم في زمان تهلاو بيس جينا ما عطلتش عليكم بزاف تهلاو بيس